أغلبية فينا تفرج في الكرتون ديال تشيلي ويل، هذاك البطريق اللي ساكن في القطب الشمالي وعنده دويرة ديال الجلي. هذا المنزل كنشوفه حتى في الواقع، وضروري غادي تطرح واحد التساؤل مع راسك، كيفاش أن هذوك الناس كيعيشوا في بيوت مصنوعة من الجليد وما كيجمدوش؟ فكيفاش أن درجة الحرارة كتكون تحت الصفر وبنادم مخشي في وسط برتوش ديال الثلج؟ إذا بغيتي تعرف الجواب خليك متبع معايا. الحقيقة صديقي أن هاد البيوت كتكون دافئة أكثر من البيوت العادية. عارف أنك تصدمتي من هاد المعلومة. إلا جينا نشوفوا التصميم البسيط ديال مساكن الإسكيمو غادي يلقاوه في جميع مناطق القطب الشمالي. هاد الناس كيفرشوا الأرض بالجلد، بالإضافة أنهم كيستعملوا الجلد حتى في الجدران. غير كيحسوا بالحال تزير عليهم كيبداو يشعلوا العافية في المواقد النفطية باش يوفروا تدفئة مناسبة ليهم. هاد المواقد كيستعملوها أيضا من أجل إعداد الطعام والمشروبات الساخنة، بالإضافة أن هاد المجامر عندهم دور آخر في المساهمة في تصلب هاد البيوت الجليدية بسبب تغير درجة الحرارة بين الداخل والخارج. حيت فاش كتكون الحرارة مرتفعة الداخل كيبدا الثلج يدوب، ولكن هذاك الماء ما كيطيحش في الارض، بل دوك الطبقات السميكه ديال الكوخ كتعاود تمتصو بحال الاسفنج، وخلال دقائق كيعاود يتجمد وكيشكل حمايه اضافيه من الرياح والبروده، وكتساهم في الرفع من درجه حراره الكوخ. وخا كتكون عواصف ثلجيه قاهره، هاد البيوت كتبقى ديما ناشفه ودافئه ومريحه. وكاين قضيه اخرى كتتعلق بالسلامه المنزليه، باش هاد الناس يقدروا يحافظوا على حراره اضافيه وباش يحميو راسهم من الضياف الباسلين بحال الدياب والدبابه القطبيه، يسدوا الباب ديال الدار بقطعه جليديه عملاقه. اجي دابا نتعرفوا شويه على هاد الاسكيمو، شكون هما وفين كيعيشوا. الاسكيمو او انويت ومن الشعوب الاصليه اللي عاشوا في المنطقه الشماليه قريبه من القطب الشمالي، كتبدا من سيبيريا في شرق روسيا حتى لكندا في شمال امريكا الشماليه. الاسكيمو كتعني الناس، وكاين اللي كيسميهم اكلت لحوم نيئه، داكشي علاش كاين بعض الاسكيمو ما كيحملوش يسمعوا هاد الكلمه خاصه في كندا وغرينلاند. هاد الشعوب عاشوا في امريكا الشماليه حوالي 5000 سنه، وغادي يبداو يستقروا في ولاية ألاسكا شمال القارة الأمريكية، ثم غادي يتوجهوا لجنوب المنطقة اللي هي كندا اليوم. كترجع جذور الإسكيمو في أمريكا الشمالية للأسلاف ديالهم في سيبيريا، وغادي يكتشفوا علماء الآثار العديد من القطع الأثرية في شمال القارة، كما أن هاد القطع كتشابه بنسبة كبيرة مع القطع الموجودة في سيبيريا، وكاين فيها اللي كيتقدر التاريخ ديالها بحوالي 18000 سنة. إلا جينا نشوفوا المظهر ديال الإسكيمو غادي يلقاوه كيتشابه بزاف مع الهنود الحمر، حيث بجوجهم عندهم بشرة مائلة للسمرة بالإضافة لشعر أسود وعيون داكنة، والشكل ديال الوجه كيكون دائري. كيوصل عدد السكان ديال الإسكيموس تقريبا 100000 نسمة، وأغلبهم كيعيشوا في المناطق الأصلية فين عاشوا جدودهم في روسيا وكندا وألاسكا زائد غرينلاند. الإسكيمو ولاو كيلبسوا ملابس حديثة وكيعيشوا في منازل عصرية كذلك، وعندهم نفس نمط الحياة ديال الأوروبيين، ولكن باقي فيهم بعض المجتمعات الصغيرة اللي كتحافظ على تقاليد الأجداد. أكبر تغيير غادي يعرفوه في حياتهم هو فاش داروا أول اتصال مع الأوروبيين، واللي دخلوا لهاد المجتمعات التقليديه بعض من الوسائل الحديثه بحال البنادق اللي عاوناتهم بزاف باش يقدروا يصيدوا الحيوانات. القضيه عاوناتهم بزاف في عمليه الصيد، ولكن كان عندها اثر كبير على الحياه البريه في الاماكن اللي كيتواجدوا فيها. الى وصلتي عزيزي المشاهد لهاد البلاصه ما تنساش معكش لايك الفيديو وشي سبسكرايب الى بغيتي. زعما نشوفكم فيديو جديد.